17 اكتوبر هو اليوم الدولي من اجل القضاء على الفقر، والجبهه الاجتماعيه المغربيه دعات الى وقفات في المغرب كامل، وحنا تنسيقيه المسيره العالميه للنساء ساهمنا ايضا في هذا اليوم، لان كل سنه كنحيو كذلك هذا اليوم، لانه هو يوم لادانه السياسات ديال التفقير اللي كتمارس في البلاد ديالنا وضد الشعب ديالنا. هذه مناسبه لتذكير بان الثروات ديال الشعب المغربي كتنهب عوض ما يعني تستعمل من اجل حقوق ومطالب وظروف وشروط وتحسين شروط العيش ديال الشعب المغربي. حنا اليوم كنوقفوا هنا كذلك للمطالبه بالديمقراطيه في بلادنا، وحنا اليوم كنتقمعوا في وقفه سلميه، وهو دليل على ان اليوم مره اخرى يؤكد الحاكمون في المغرب بانهم استبداديون، بانهم ضد الحريات ضد الحقوق، وينتهكون حتى الدستور الذي وضعوه، لان الديمقراطيه والتنميه وحقوق الانسان هي مرتبطه. اذا اليوم اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اذا اليوم كنجددوا، حنا اليوم كنسمعوا بان هناك اعتداء على الرئيس السابق للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، كندينوا كل هذه الاعتداءات، كندينوا هذا القمع، وكندينوا السياسات ديال الدوله المفقره للشعب والمنتهكه لحقوق الانسان، ونؤكد اننا سنناضل من اجل شعبنا، من اجل حقوق شعبنا، من اجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، من اجل الديمقراطيه وحقوق الانسان والعيش الكريم للشعب المغربي. معاد الجحري، انا عضو يعني السكرتاريه الوطنيه للجبهه الاجتماعيه المغربيه. كما كتعرفوا بان هذه الجبهه هذه مكونه من واحد العدد ديال الاحزاب السياسيه الديمقراطيه، وفيها منظمات ايضا نقابيه ديمقراطيه ومكافحه، وفيها ايضا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وفيها يعني هيئات تربويه وغيرها. احنا يعني اللي دعينا اليوم لتنظيم وقفات احتجاجيه في مختلف مناطق بلادنا، وليست هذه المره الاولى، ففي السنه الماضيه نظمنا بنفس المناسبه يعني وقفات في كل مكان، واظن انها وصلت الى ازيد من 40 منطقه، واليوم ننتظر ان يكون الامر كذلك. والمناسبه اذا هي اليوم كما قلت دولي للقضاء على الفقر. نحن اذا هنا، ولكن وقفتنا تعرضت للقمع وللمنع وللتعنيف عن طريق الدفع، ونحن لا نرى يعني مبررا لذلك، لانها تظاهره يعني سلميه، واعتدنا كما قلت على تنظيمها لسنين طويله، وكنعرفوا يعني اذا حنا كندينوا هذا المنع هذا، وكنعتبروا بانه يعني الفقر وظاهره يعني واسعه في بلادنا. راه تقريبا 60% ديال المواطنين المغاربه الذين يعانون من الفقر والهشاشه، وهذا بالارقام الرسميه. ونعتبر بانه السياسه ديال اخنوش من شانها تعميق وتوسيع والمزيد اذا من مفاقمه هذه الظاهره ديال الفقر، اللي هي ظاهره يعني عميقه جدا في بلادنا. مخلوعين والله الا وليت تنشك في راسي تما انا ارهاب. بور ناشط حقوقي، حضرنا هذا اليوم في اطار التزامنا باحياء اليوم العالمي لمناهضه الفقر. هذا اليوم الذي يحتفل بكل دول العالم، وهو موحد في الوقفه على المستوى العالمي، لكن فوجئنا بقوات القمع تقمعنا بحيث أن لم تسمح لنا بالتعبير عن رأينا، للتذكير بأن هناك سياسة لا شعبية في المغرب كانت وراء امتداد موجة الفقراء في المغرب. نذكر أنه على الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها من أجل التوزيع العادل للثروات ثم المساواة بين المغاربة. بدل تفهم هذا المطلب بدا مطلب آخر، وهو ضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات. منع مثل هذه الوقفات الاحتجاجية هي وصمة عار، وتؤكد العودة القوية للدولة المغربية إلى زمن سنوات الجمر والرصاص. من غير المنطقي ونحن في ألفية جديدة أن لا يسمح للناس بالتظاهر والتعبير عن رأيهم من أجل مناهضة الفقر في المغرب. من غير المنطقي أن نجد 5% في المغاربة يستغلون كل الثروات، وباقي المغاربة يعيشون في إطار سياسة لا
الشعبية نندد في هذا الوضع وندعو إلى ضرورة تصحيح كل هذه الاختلالات التي تقع الآن سواء مع الحكومات السابقة أو مع الحكومة الحالية التي بدل أن تستمع للمواطنات والمواطنين اختارت قمع الأساتذة المتعاقدين في اليومين الماضيين واليوم تقمع الحقوقيين في 40 مدينة في المغرب. ما مطلب بسيط جينا تنذكروا وراه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفقر تنقولوا خص التوزيع العادل للثروات ما يبقاوش مغاربة فقراء ماشي واحد 5% تيملكوا كل شيء و95% ما عندهم والو هذا تذكير ما تيحتاجش هذا اليوم العالمي للقضاء على الفقر هذا اليوم العالمي للقضاء على الفقر ما طلبنا حتى شي جبد الديمقراطية في بلادنا فين وصلنا العالم كامل كيحتفل بهذا النهار وكيخرجوا يحتجوا وحنايا نعيش لا ديمقراطية في هذه البلاد نعيش القمع ونعيش التسلط